وارب الكوسه بالبشاميل. علشان نعمل الوصفه بتاعتنا عايزين نص كيلو او كيلو كوسه يعني حسب عدد افراد الاسره، وعايزين 300 جرام لحمه مفرومه، واحد بصل، ملح وفلفل، رشه بهارات، معلقه كبيره سمنه. البشاميل عايزين 2 معلقه كبيره سمنه، 2 معلقه كبيره دقيق، 2 كوب حليب، ملح وفلفل، رشه جوز الطيب، جبنه شيدر للوش، ومعلقه صغيره لو موجود يعني معلقه كبيره صنوبر مقلي. طيب علشان نعمل البشاميل بتاعنا هنعمله في السريع. اللحمه المفرومه اللي عندنا احنا زي ما انتم شايفين عصقتها هنا، حطيت لها بس معلقه السمنه وحطيت لها البصل واللحمه المفرومه. هنحط لها دلوقتي شويه ملح ده عشان نكسب الوقت يعني، لان ايه تعصيج اللحمه ما فيهوش حاجه. هنحط لو عايزين معلقه الصنوبر، معلقه كبيره كده من الصنوبر، وهنحط كمان لو تحبوا رشه من البهارات. يبقى احنا كده هنا حطينا معلقه كبيره سمنه، بصل، ملح وفلفل، واللحمه المفرومه طبعا عصجناها، حطينا ملح وفلفل ورشه بهارات، وحطينا معلقه كبيره من الصنوبر. كده يبقى الحشوه بتاعتنا جهزت. تمام، هنروح دلوقتي بقى للكوسه. ولا نعمل البشاميل الاول؟ خلينا نعمل البشاميل الاول. طيب البشاميل علشان نعمله برضو عايزين سمنه، ادي السمنه بتاعتنا، دايما البشاميل بيبقى واحد 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 يعني معلقه كبيره دقيق على معلقه كبيره سمنه على كوبايه حليب. هنا حاطين معلقتين من السمنه، هنحط لها معلقتين دقيق، وعندنا كوبايتين حليب، والكلام ده هنحط معاه شويه بس رشه ملح وفلفل ورشه جوز الطيب. نحط الدقيق، هقلب بس كده شوية بس لغاية كده ما يبتدي لونه يعني يبقى ذهبي شوية. نبتدي بقى دلوقتي نحط الحليب اللي عندنا كده مع التقليب المستمر، تقليب 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 على طول. على طول نقلب علشان ما يكلكعش مننا، شايفين اهو ولا كلكع ولا اي حاجة. نحط له شوية ملح، عايزين تحطوا فلفل حطوا، مش عايزين تغيروا اللون ما تحطوش. هنحط بس رشة جوز الطيب، بحسها بتبقى لذيذة قوي مع البشاميل، بس رشة كده، وهستنى عليه لغاية ما يبتدي يغلي، وكده يبقى البشاميل عندنا جهز. اهو ابتدى يتخن زي ما انتم شايفين، ابتدى يغلي اصلا، ابتدى يغلي وخد القوام اللي احنا عايزينه. اهو نشيله بقى من على النار، كده البشاميل بتاعنا جاهز. نروح بقى للكوسه بتاعتنا. الكوسه بتاعتنا عملنا فيها ايه؟ الكوسه اخدناها قسمناها من النص بالطول كده، قسمناها بالطول وحطيناها في الميه، غليناها على النار لمده 5 دقائق. بعدين هناخدها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفينها، وهبتدي اشيل اللب بتاع الكوسه اللي عندنا بالشكل ده. فكده احنا عملنا تجويف، التجويف ده بقى هو اللي احنا هنبتدي نحشيه. عايزين بقى دلوقتي خلينا
كده احنا كل حاجه عندنا جاهزه، عندنا اللحمه المفرومه جهزت والبشاميل جهز والكوسه بتاعتنا كمان جهزت. خلينا بس دلوقتي نقلب الفراخ مع بعض، وبنقلبها لغايه ما تستوي عندنا. اول حاجه هنعملها هناخد شويه من البشاميل ونحطهم في قاع الطبق اللي هندخله الفرن، شويه كده وبعدين تمام. وبعدين هناخد بقى الكوسه اللي عندنا ونبتدي نحشيها بحشوه اللحمه المفرومه اللي عندنا ونرصها بهذا الشكل ده. ونرصه. هنحط على الوش كمان شوية بشاميل وجبنة وندخلها الفرن بس لغاية ما الجبنة والبشاميل عندنا كده يعني الجبنة تسيح والبشاميل شوية يتحمر ياخد لون، يعني كده تبقى الأكلة بتاعتنا جهزت. ما تنسوش ان احنا تقريبا سلقين الكوسة، سلقينها لمدة 5 دقايق وشايلين منها اللب، فهي تقريبا مستوية خلاص. دلوقتي بقى ناخد البشاميل كده تمام، ناخد بقى شوية من البشاميل ونحطه على وش الكوسه اللي عندنا، يعني بنحاول نحط كده شويه على كل واحده، بنخلي الطرف باين بتاع الكوسه. ناخد بقى الجبنه خلاص كده تمام، هناخد الجبنه اللي عندنا ونحطها على الوش ونحط الكلام ده كله في الفرن على اعلى درجة حرارة، وزي ما قلنا بتقعد تقريبا 10 دقايق.